يونيو 2021 هو مخصص لإجراء الامتحان الوطني في الدورة العادية يونيو 2021 الخاص بالقطب الأدبي للمسالك التالية: مسلك الآداب، مسلك العلوم الإنسانية، ومسلك العلوم الشرعية. المركز قام بتعبئة جميع الموارد البشرية لإنجاح هذه المحطة الهامة في حياة المترشحين والمترشحات وأسرهم. طبعا الامتحان يجرى في إطار الاحترام التام للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا، وفي إطار ظروف تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. وشكرا.